عناوين نشرة اليوم: تداعيات سلبية على الانكشاف الدولي للنظام المصرفي لحزب الله المعروف بالقرض الحسن، التحقيق في انفجار المرفا يغرق في النصوص والاجتهادات، فهل تضيع الحقيقة؟ تكبيل يدي قاصر بين حقوق الإنسان والقانون اللبناني. نشرة الأخبار من صوت بيروت انترناشونال. مساء الخير. نظام مصرفي، منظومة أمنية وعسكرية، مناطق مقفلة حتى على القوى الشرعية. هذه ليست أحجية تحتاج إلى حل، بل هي توصيف الواقع يعرفه الجميع، بدءا من السلطة التنفيذية بكل متفرعاتها الحكومية والعسكرية والمالية. وإذا كانت المنظومة الأمنية العسكرية معروفة من جميع من في السلطة ومسلم بها على أنها أمر واقع، وإذا كانت المناطق المقفلة أصبحت معروفة بفائض القوة، فإن النظام المصرفي عبر مؤسسة القرض الحسن وهو مصرف حزب الله المركزي من شأنه أن يتسبب بتداعيات خطيرة على كل لبنان وجميع اللبنانيين. والخطير في الموضوع أنه كما حزب الله لديه منظومته العسكرية والأمنية ويتحرك من دون إعلام السلطة التنفيذية بتحركاته، هكذا لديه نظامه المصرفي الذي لا يمر بمؤسسات الدولة ولا يدفع الضريبة، تماما كما السلع المستوردة تهريبا إما عبر المطار وإما برا وإما عبر المرفأ من دون أن تطبق عليها الرسوم الجمركية. انطلاقا من كل ما سبق، عن أي دولة مؤسسات تتحدثون؟ وما نفع الحكومات إذا كانت غافلة أو مغفلة عما يقوم به حزب الله سواء عسكريا وأمنيا ومصرفيا، وكذلك على مستوى المناطق المقفلة؟ في جديد العقد المستحدثة في قضية التحقيقات في انفجار المرفأ، كباش جديد من شأنه أن يؤخر التحقيق المتأخر أصلا. المحقق العدلي القاضي فادي صوان امتنع عن تزويد رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار بملف التحقيقات التي أجراها في القضية، واكتفى بإحالة إفادات بعض الشهود في الملف، وتحديدا تلك المتعلقة بالوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذين طلبا نقل الدعوة من صوان إلى قاض آخر بسبب الارتياب المشروع. البداية من النظام المصرفي لحزب الله والمعروف بالقرض الحسن. تفاجأ اللبنانيون منذ حوالي شهرين باستحداث جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله خدمة الصراف الآلي AATM في بعض فروعها في المناطق اللبنانية، حيث قدمت للمشتركين تسهيلات عدة ومنها سحب الأموال بالدولار الأمريكي في وقت تفرض المصارف اللبنانية قيوداً غير مسبوقة على الودائع، فتمنع سحب الدولار وتخفض سقوف السحوبات بالعملة اللبنانية، لتضج مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام اليوم بعملية اختراق حسابات هذه المؤسسة من قبل قراصنة إلكترونيين تحت اسم سبايدرز. وضعهم تحت تصرف بمعلومات كشفناها. على إن المعادلة يلي حاكم لبنان في مافيا والميليشيا والمال. شن جمهور حزب الله هجوما بوجه عملية القرصنة هذه وكل من يحتمل أن يكون وراءها، فتساءلوا عبر تويتر: إذا بقيت هناك مؤسسة واحدة تحفظ حقوق الناس تهاجمونها؟ هل تريدون أن تسرق القرض الحسن أموال الناس مثل ما فعلت البنوك؟ والسؤال بوجه هذا الهجوم: هل هذه المؤسسة التي يدعي فريق محدد أنها تحمي حقوق الناس شرعية؟ وهل بعملها هذا لم تساهم أصلاً بتغذية الاقتصاد الأسود؟ ما كان أحد أسباب الانهيار المالي؟ عملية القرصنة أكدت ما يدركه العديد من اللبنانيين، وهو أن تلك المؤسسة التابعة لحزب الله والتي ينحصر نشاطها بمؤيدي هذا الحزب وأعضاء البيئة الحاضنة له، تعمل بموجب قانون الجمعيات في البلاد، وهي مرخصة من قبل وزارة الداخلية اللبنانية سنة 1987، إلا أنها تقوم تماماً بأعمال مخصصة بالمصارف، ما يستوجب حصولها على ترخيص من قبل مصرف لبنان وخضوعها للقوانين المتعلقة بدفع الضرائب وتبييض الأموال وغيرها، ولكن هي ليست موجودة على لائحة المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي، وطريقة تمويلها غير معروفة. يا خيي على رأس السطح، موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه
وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. في مؤسسة قرض الحسن نشاط مصرفي رئيسي، وهو تقديم القروض الصغيرة الحجم لأجال قصيرة مقابل ضمان للمشتركين الذين يودعون الأموال فيها على أساس شهري. والطريقة الأكثر شيوعاً في عملها تتجسد بالقرض مقابل ضمانات من ذهب. ومرة جديدة بحسب مصادر مصرفية، التسليف يحتاج لرخصة من قبل مصرف لبنان، الأمر غير المتوفر لدى قرض الحسن، مع الإشارة إلى أن هذه المؤسسة مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2015، ولكن نشاطها لم يتوقف. جمعية مؤسسة القرض الحسن مش جمعية خيرية، مصرف حزب الله غير الشرعي خارج المنظومة المالية الرسمية اللبنانية. راح نرجع الجمعية لأهل العصر الحجري ويصيروا يعملوا حسابات عائدهم للمديونين للقرض الحسن من دون ما تدفعوا ديونهم، وما بقى تخلوا الجمعية تستريح وتصرفهم بنكم. ولكل من يسأل كيف نشأ هذا الاقتصاد الموازي، بعض الأفكار التي يجدر البحث في تفاصيلها وهي تدور في إطار واحد. فنشأ حزب الله، ولماذا سعى منذ حينها عبر امتداداته لخلق المجتمع النقيض المتمثل بكل المؤسسات الرديفة عن المؤسسات الرسمية في الدولة اللبنانية؟ فهو ليس فقط مالكاً لقرار السلم والحرب، وليس فقط فارضاً الأمن الذاتي في مناطق محددة، وهذا ما أثبتته الأحداث المتتالية، فهو أيضاً موجود وبالمباشر بالاقتصاد أيضاً. ومن حق كل مواطن اليوم أن يفهم كيف أصبح سلاح المقاومة بحسب تعريفهم له سلاحاً يرعى بل يشكل العمود الفقري لكل ما سبق ذكره، ليكون لحزب الله على الجغرافيا اللبنانية الضوء الأخضر ليقوم بكل ما يريده دون أي مساءلة أو محاسبة. والأشد غرابة، هذا الصمت الرسمي حيال هذا النظام المصرفي غير الخاضع للدولة. بعد أكثر من 4 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، لا يزال أهالي الضحايا بانتظار العدالة. وفي جديد ملف التحقيق، طلبت محكمة التمييز الجزائية من المحقق العدلي القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية ملف التحقيقات، لكن صوان امتنع عن تزويدها به مبررا بأن محكمة التمييز لم توقف السير بالتحقيقات. والشعب اللبناني يعرف تماماً كم تحتاج من الوقت هذه التبليغات. في موازاة ذلك، تستغرب المصادر القضائية ما ينقل عن المحقق العدلي القاضي صوان بين الحين والآخر عن عدم وجود نية لديه بالتنحي عن الملف، وكيف أنه ناقض نفسه وعلق التحقيق لعشرة أيام انتهت يوم الاثنين
بحجة الرد على رد نقل الشكوى إلى قاض آخر، علما أن ما من مادة قانونية تسمح له بتعليق التحقيق، وعلما أيضا أن المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص صراحة على أن طلب نقل الشكوى لا يوقف السير بالتحقيقات إلا إذا قررت محكمة التمييز ذلك، وهذا ما لم يحصل بعد. نعم، تحقيقات المرفأ أصبحت في خبر كان بفعل التدخلات السياسية، وآخرها ما حكي عن أن القاضي صوان علق تحقيقاته بطلب من مجلس القضاء الأعلى. تحقيقات المرفأ أصبحت في خبر كان هي حقيقة مرة يجب أن يعرفها أهالي الضحايا والمتضررين لمحاسبة الطبقة السياسية في أول استحقاق انتخابي في العام 2022. وعلى خط التحقيق في انفجار المرفأ، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه أول من فتح الباب للمحقق العدلي القاضي فادي صوان، وأضاف: إذا كان لدي صوان أي شيء ضدي فليرسله إلى المجلس النيابي والأمور تسلك مجراها وأنا أحتكم للدستور. وفي دردشة مع الصحفيين سأل دياب: هل يعقل أنه ضمن ادعاءات القاضي صوان لا يوجد اسم قاض أو أمني بينما يدعي على رئيس الحكومة؟ وعن سبب إلغاء زيارته المرفأ قبل الانفجار قال دياب إنه لم ينزل لأنه وصلته 3 معلومات مختلفة على مدى ساعتين، وخلال 20 اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لم يرفع أحد يده ليبلغ عن وجود النترات وهم يعرفون. وبالتزامن مع المماطلة في التحقيق بانفجار المرفأ، مشهد آخر أثار استفزاز الكثيرين: قاصر مكبل اليدين في قصر العدل وقوى الأمن تبرر، لكن ماذا يقول القانون؟ في أحد كسور العدل التقطت هذه الصورة، فيها طفل مكبل اليدين لا نعرف أي شيء عنه سوى أن عمره 10 سنوات. نجهل ظروف حياته التي دفعت بطفل من عمره إلى السرقة حتى تحول إلى قاصر مطلوب للعدالة. بصورته ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرة كيف يتم تكبيل يديه الصغيرتين في بلد يدعي احترام حقوق الإنسان ويتفاخر بكونه مشاركا في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بما أن الأطفال بيختلفوا عن الراشدين بنموهم الذهني والبدني، منحهم القانون حماية خاصة. نصت المادة 2 من قانون حماية الأحداث على أن الحدث يلي بيقوم بمخالفة القانون بيستفيد بمعاملة إنسانية ومنصفة بكافة إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة. كما أن لبنان وقع على اتفاقية حقوق الطفل واللي نصت المادة 3 منها على وجوب إعمال مبدأ مصالح الطفل الفضلة كمعيار أساسي بكافة الإجراءات المتعلقة بالطفل، والمادة 19 اللي بتوجب حظر كافة أشكال العنف ولا سيما العنف المعنوي المتأتي من ممارسات مثل تكبيل الأطفال. بعدما تناقل رواد مواقع التواصل صورة الطفل، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا أشارت فيه إلى أن تكبيل يديه لا يجوز، لكن القيام بذلك أتى نتيجة محاولته التفلت من العناصر والهرب. هو تبرير غير منطقي، اولا لوجود تفاوت بالقوه الجسديه بين الطفل وعناصر امنيه مدججه بالسلاح داخل قصر العدل، وبالتالي صعوبه كثير كبيره بهروبه داخل المحكمه، ولكن ايضا لعدم التناسب بين الاجراء المتخذ اللي هو تكبيل الطفل والضرر المحتمل عليه. وهون نرجع منذكر على ضرورة التدريب المستمر لكافة العناصر ولكافة الأشخاص اللي هن على تماس مع الأطفال ومع قضاياهم. في بلد لا عدل تكبل يدا طفل بعمر 10 سنوات لا يفقه ما يفعل، فيما يسرح ويمرح القتلة والمجرمون الحقيقيون المدركون لما يفعلون، منهم من سرق وقتل أفرادا ومنهم من سرق وقتل شعبا. التجاوزات القانونية لا تنتهي، وكذلك الأزمات المعيشية. أزمة المحروقات كادت أن تتفجر في آخر أيام السنة، فهل انتهت قبل أن تبدأ؟ في خضم الحديث عن أزمة البنزين التي تلوح في الأفق، يبدو أن الحلحلة قريبة،
اليوم نحن اكيد في شركات انقطعت، في شركات ما عندها ما عم بتقدر بقى تسلم محطاتها كون الكميات الموجوده عندها صارت كثير قليله، وفي شركات ما عندها بضاعه لانه بواخرها بالبحر بعد ما فتح اعتمادها. اكيد الاتجاه اذا 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 صار في تقنين بالتسليم اكيد مضطرين نحن نروح لتقنين بتسليم البنزين. يعني اليوم بيوصل عند الزبون على المحطه من بده تفويله، نحن ما عندنا مشكل لهلا قدرانين نامن، بس يمكن بكره او بعد بكره ما نقدر نستلم، مضطرين نروح على تقنين. الحلحله جزئيه ولم تطل كل المناطق، إذ لا تزال عدد من محطات البنزين في البقاع تتوقف عن العمل ظهراً وترفع خراطيمها بسبب مشكلة تأخر فتح الاعتمادات. مشكلة قديمة جديدة، وكل ما بيصير عنا تأخير بموضوع الاعتمادات للبواخر لتفريغ الحمولة عم بيصير في عنا أزمة. اللي حصل في عنا عيد الميلاد، قبل عيد الميلاد وصل البواخر وعنا عطلة العيد 3 أيام. إذن السبب مجدداً قصة إبريق الزيت مع فتح الاعتمادات. في اتصال مع عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، أكد الأخير أن تأخراً في آلية فتح الاعتمادات، أي تحويل مصر في لبنان أموال الشركات المستوردة من الليرة إلى الدولار، سبب هذا التأخر في تفريغ بواخر النفط حمولتها، ما أدى بالتالي إلى هذا الشح في مادة البنزين. وفي وقت تؤكد مصادر وزارة الطاقة أن لا علاقة لها بهذه القضية والموضوع متروك في عهدة مصر في لبنان، طمأنت مصادر المركزي ألا أزمة بنزين، إذ ستفتح كل الاعتمادات، وأن سبب التأخير لوجستي مرتبط بجردات وحسابات آخر السنة. موضوع اللي حصل امبارح رايح للحل، والبواخر بلشت تفرغ اليوم. الحل إذن قريب، لكن مصادر الشركات المستوردة غمزت إلى إمكان ربط الأزمة حالياً بإطار الحديث عن ترشيد الدعم عن المحروقات، فالمركزي قد يكون من خلال عدم فتح الاعتمادات ينذر مرة جديدة بعجز احتياطه وبالتالي إعادة النظر بدعم المحروقات. بين الأزمة واللا أزمة، المشكلة هي هذه السلسلة التي تربط فتح الاعتمادات بتأمين حاجة السوق من البنزين، سلسلة يدفع ثمن تفككها المواطن في كل مرة، خصوصا في ظل نقص البضاعة في مستودعات الشركات المستوردة وغياب مخزون نفط استراتيجي. هم آخر يشغل بال اللبنانيين في موسم الأعياد هو فيروس كورونا وأرقامه المتصاعدة، ولكن لا يبدو أن الدولة اللبنانية في صدد اتخاذ قرار بتعليق الرحلات من وإلى الدول التي تتفشى فيها السلالة الجديدة من الوباء، وهذا ما أعلنه بكل وضوح وزير الصحة في حكومة تصريف العمل حمد حسن بعدما طمأن اللا تأخير في موعد وصول اللقاح إلى لبنان في شباط المقبل. الفيروس الكوفيد 19 المتحور بكفي أنه يوصل سامبل واحد، نحن عم نتبعهم لكل اللي عم بيجوا من لندن، ولكن كمان عم نشوف أنه صار في كتير منتشر بأكثر من 12 دولة من العالم، وبالتالي الإجراءات هي ذاتها ما بقى فيك تحكي بإقفال المطار مع المملكة المتحدة، صار بدك تحكي بوقف الرحلات مع كتير من الدول. مشان هيك هذا الموضوع كمان بعتقد خارج النقاش اليوم اللي مطروح، شو الإجراءات اللي عم تاخذها وزارة الصحة واللي عم تلزم فيها كل الوافدين، والناس كمان تلتزم بالمسؤولية باستقبال ذويهم مثل ما عم نشوف الأجواء الاحتفالية، وينعاد إن شاء الله أعياد مجيدة على الجميع، الاستعدادات للاحتفالات والاحتفالات اللي عم بتصير بالمناسبات أكيد مؤشر منه كتير سليم. هذا بيوضعنا فعلاً بخطر وبعين العاصفة بعد 10 كانون تاني، لأنه بنكون مرق 2 إلى 3 أسابيع من تاريخ الميلاد ورأس السنة، وأكيد بهالأجواء اللي عم نشوفها والمظاهر اللي عم نشوفها لحد توقع أن تكون الأعداد مرتفعة. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة، موعدنا يتجدد غدا في الوقت نفسه، إلى اللقاء.